السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نشر موضوع جد مهم، موضوع رائع يعني بكل المقاييس العلمية، على القضية الأمازيغية اللي راهي شاغلة هذه الأيام الحيز المكاني والزماني في الجزائر، ولات الناس تحوس تفهم وش هاد الإشكالية مطروحة في الجزائر. نجاوبوهم من منطلق علمي أكاديمي، نقول لهم أنه قبل دخول المستعمر الفرنسي المغرب العربي ابتداء من سنة 1830، ما كان حتى أمازيغي، ولا واحد أمازيغي قال بأنه أمازيغي مش عربي، أو طالب باعتماد اللغة الأمازيغية بدل اللغة العربية. فحتى قبل الإسلام كانت توجد بالمغرب العربي لغة فصحى عروبية مكتوبة هي الكنعانية الفينيقية، محاطة بلهجات شفوية أمازيغية عروبية قحطانية، ولمدة 17 قرن، 17 قرن. وعندما جاء الإسلام حلت العدنانية التي نزل بها القرآن الكريم محل اللغة الكنعانية. واستمر المغاربة يتعاملون مع العربية كلغتهم، مغاربة يعني نقول المغرب العربي الكبير، يتعاملون مع العربية كلغتهم، وساهموا في تطويرها مثل صاحب كتاب الأجرومية. أكيد الناس تعرف الأجرومية، النحو والصرف. صاحب كتاب الأجرومية ابن أجروم، العالم الأمازيغي من المغرب الأقصى، المتوفى سنة 672 هجري، ومثل ابن معطي الزوبي المتوفى سنة 628 هجري، الأمازيغي من بلاد القبائل الجزائر، الذي نظم النحو العربي في 1000 بيت. 1000 بيت، صور 1000 بيت. وكان يعني عاش قبل ابن ملك الذي توفي سنة 730 هجري، والذي اعترف بفضله في السبق قائلا: وتقتضي رضا بغير سخط فائقة ألفية ابن معطي، وهو يسبق حائزا تفضيل مستجيب ثنائيا الجميل. ومثل البصير الشاعر الأمازيغي من القبائل، الذي ولد بمدينة دلس وتوفي سنة 695 هجري بالقاهرة، صاحب قصيدة البردة المشهورة، قصيدة مشهورة جدا. الذي نسج على من والها العديد من الشعراء، ومنهم شوقي. لكن المصيبة وين؟ الكارثة وين؟ لما وصل الفرنسيين للجزائر، حتى راحوا ينشرون الأكاذيب بين البربر، مدعين بأنهم غير عرب، ويوهنون في صدور البربر ضد العرب. لكن سياستهم هذه فشلت طوال القرن والثلث القرن الاستعماري، وركزوا هاد الفرنسيين بالذات على منطقة القبائل التي كانت تسمى قبل احتلالهم زواوة. لازم تعرف كانت القبائل اسمها الزواوة، بلاد الزواوة، لقربها من العاصمة، حيث يتجمع بها معظم الاستيطان الفرنسي. راحوا ينشرون بها الفرنسية والتنصير، لكن جوبهوا بمقاومة شرسة من قادة الزواوة الأشاوس. فإحصائية سنة 1892 تشير إلى أن المدارس الفرنسية مخصصة للجزائريين بمنطقة القبائل كانت تمثل 34%، تصور 34% من سائر المدارس بالقطر الجزائري. علم بأن هذه المنطقة، يعني منطقة زوا، هي 3 ولايات، 3 ولايات لا أكثر، من 48 ولاية.
في الكابيتان لوغلاي المشرف على التعليم في الجزائر، او كما يقولون الكابتن لوغلاي، يخطب في المعلمين الفرنسيين في بلاد القبائل في القرن 19 ويقول: علموا كل شيء للبربر. نعم، علموا كل شيء للبربر، علموا كل شيء للبربر ما عدا العربية والإسلام. خلاص، أنا نشوفه في الحياة كيف ولات. ويقول كاردينال لافيجيري في مؤتمر تبشير المسيح الذي عقد سنة 1897 في بلاد القبائل: إن رسالتنا تتمثل في أن ندمج البربر في حضارتنا التي كانت حضارة آبائهم. شوف كيف يقول، خبيث، لعنة الله عليه، التي كانت حضارة آبائهم، ينبغي وضع حد إقامة هؤلاء البربر في قرآنهم. لابد أن تعطيهم فرنسا الإنجيل وترسلهم إلى الصحراء القاحلة. يا الإنجيل يندك الصحراء، بعيدا عن العالم المتمدن. أجبر الفرنسيون ملك المغرب سنة 1930 على إصدار الظهير البربري. وش هو الظهير البربري؟ الظهير البربري هو مرسوم ملكي يعترف فيه البربر بأن لا تطبق عليهم الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية. مطبقش تحت الساعة هنا في القبائل الكبرى، مش قبائل حضرة، يعني قبائل حضرة جيج السكيكدا شوية مسكيكدا وجيج، يعني هي المركز نتاع قبائل الحضرة، يعني الحضرة يعني الحضارة تصغرت إلى الحضرة، لأن جيج هي مركز تاع الحضارة. بأن لا تطبق الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية، وإنما يطبق عليهم العرف البربري. فتصدى زعماء البربر أنفسهم عندما توجه شيوخ قبائل أيت موسى وزمور إلى فاس، وأعلنوا أمام علماء جامعة القرويين رفضهم للظهير البربري. كما قام الفرنسيون بتأسيس الأكاديمية البربرية بالمغرب، هدفها إحياء اللغة البربرية كضرة للغة العربية. الحروف اللاتينية مون باب التيفينا، مون باب التيفينا، التيفينا راهم جابوه من، وهذا حكاية أخرى وقصة أخرى، راهم جابوه من ثمرة ستمنى كما يقولوا، من التوارق، من عند التوارق. لأنهم أصلا ما كانوش يعرفوا حرف التيفينيغ أصلا. كما قام الفرنسيون قلنا بتأسيس الأكاديمية البربرية بالمغرب، هدفها إحياء اللغة البربرية كضرة للغة العربية بالحروف اللاتينية. ووضع المستشرق الفرنسي جود فري ديموني، ذكر له هذا الاسم مليح، جود دري ديموني، مستشار التعليم في المغرب، خطة مفصلة لهذا الغرض سنة 1914. وفي سنة 1929 أقامت الإدارة الفرنسية كلية بربرية في أزغو، أزغو اسم قبيلي، لإعداد حكام لتولي إدارة المناطق البربرية مبنية على التنكر للعروبة، وصنع أحقاد بين القبائل والعرب. بيصنعوا أحقاد ودغائن بين العرب، ونشوفوا في هذا اليوم مجسدة أمامنا. وفشلت هذه الكلية لأن معظم خريجيها صاروا من المواطنين الأشداء ضد الاستعمار الفرنسي. ومع استقلال القطرين المغرب والجزائر، تمكن الفرنسيون كما سنبين من صنع عملاء بربريين بهما. ينبغي التفريق بين البربرية، بربريتي B-E-R-B-E-R-I-T-E، بربريت، والنزعة البربرية، بربريزم. الأولى عنصر من عناصر تاريخنا كشمال أفريقيا، والثانية أيديولوجية صنعها الاستعمار الفرنسي لضرب الوحدة الوطنية، وصنع الفرقة بين العرب العدنانيين والأمازيغ القحطانيين. إذن هذه الحلقة الأولى إن شاء الله،
نعرفوا الناس والنور والناس بالحقائق حول هذه القضية والإشكالية الكبيرة اللي راه صايرة في المغرب العربي، وتقبلوا مروري الإخوة الكرام. ما كنشوفش اشتراكات أبدا، لا أدري لماذا، لكن الواحد يتعذب ويشوف نقولوا حنا لوجه الله على كل حال، ولكن الإنسان باهي يفرح وينشط ويزيد في الخدمة تاعو لازم اشتركوا له وديروا الجرس، إذا سيبر سكرايب، ديروا لنا اشتراك واشتركوا ودعمونا، وبربي إن شاء الله حنا رانا هنا في خدمتكم وتنويركم إن شاء الله. وهذا كما قلنا الحلقة الأولى اللي نبينوا لكم فيها أشياء، من بعد نبينوا لكم أشياء راسكم يحبس بزاف، وتقبلوا مروري وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم أبو محمد عمار من الجيجي الجزائر، قناة بن خطاب أو ابن خطاب، من قبائل جيجل الحضراء، قبائل الحضراء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.